الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري ونبدأه من الجنوب الشرقي التونسي. فسيطرة الثوار على معبر وازن الحدودي من الجانب الليبي المؤدي إلى مدينة ذهيبة سمحت للمئات من الليبيين بمغادرة بلادهم نحو تونس هربا من المواجهات المسلحة هناك. هذا وحاول عدد من اللاجئين الليبيين المقيمين بمخيمات ذهيبة مغادرتها خوفا من تعرضهم للقصف، لكنهم عادوا إليها من جديد وقد استعصى عليهم إيجاد مكان آخر بعيدا عن خط المواجهات. بعد 24 ساعة من سيطرة الثوار على معبر وازن ذهيبة الحدودية، عاد المشهد ذاته الذي ميز المعبر في الأيام الماضية. طابور طويل من السيارات وعلى متنها مئات اللاجئين الليبيين من مختلف الفئات العمرية، لاجئون في سباق ضد الساعة هربا من القصف واستغلالا لسيطرة الثوار على المعبر، حيث تكون الإجراءات أسهل وأيسر. الثوار مسيطرين على الوضع، بس العائلات الصغار وكذا جايبين باش طلعهم لتونس، وباش على الأقل يبدأ الواحد باله مستريح لأن يضرب فينا بالصواريخ القراد. هذا وتواصلت تداعيات الاعتداء على حرمة التراب التونسية، وفي هذا الشأن غادرت مجموعة من اللاجئين الليبيين المخيم الإماراتي بذهبة بحثا عن مكان آخر أكثر أمنا، هدف لم يتمكن الكثير من الوصول إلى تحقيقه فقفل عائدا إلى المخيم لتطرح مسألة المخيم وإغلاقه جدلا لدى أهالي ذهيبة الذين يطالبون بحماية تكون شاملة للمتساكنين واللاجئين على حد السواء. رجعنا لأننا ما لقيناش وين نسكنوا غادي، لا في مخيم وقاعدين بيتين في الشارع والصغار بيتين في صالة واحدة مع بعضهم، وإحنا مهم قعدنا هيك لا عشاء لا فطور لا ولا حاجة، فلهذا قلنا أحسن حاجة المخيم تعال. مجموعة اللي غادرنا هنا مجموعة كبيرة، طبعا مشت للتطاوين مشت لمناطق تانية على اساس قالوا لهم فيها حياش وفي مساكن، لكن مشوا غادي كاي ما حصلوش، قاعدوا بيتين في العراء. فاحنا اللي قالوا لنا واتصلوا بينا وقالوا لنا راه احنا ماشيين غادي كاي ما حصلناش، فاحنا فاضلين هنا ما عندناش وين نمشوا. يخافوا على الليبيين وعلى اللاجئين، معنا يخافوا على الذهب، احنا اولادنا ما سميقروش، معنا الكرتوش فص ديارنا، الكتاب معنا ضربوا على الشباب نتاعنا، وما فهمتش يعني معناش اش معناها، هم معنا خايفين على الليبيين وعلى التوانسه هم مش خايفين. والى الحدود التونسيه وصلت قافله ينابيع الخيره التي انطلقت من ايرلندا وبريطانيا لاغاثه الشعب الليبي محمله بالمساعدات التموينيه وعدد من سيارات الاسعاف والاغاثه. القافله هذه متكونه من 6 سيارات جايه من ايرلندا، في تونس التحقوا بها 4 سيارات إسعاف كلها موجهة إلى الجبل الغربي، هذا المنطقة المحاصرة التي تئن منذ أكثر من شهرين تحت وطأة الحصار والدمار والقتل. تسليمها إن شاء الله نحن الآن في لجنة مكونة من مؤسسة الوفاء الخيرية والجبل الغربي بالكامل، في مندوبين حيتم تسليم كامل الحمولة لهذه اللجنة، وهي حتنسق مع المحتاجين في المناطق الجبل الغربي إن شاء الله لتسليمها إن شاء الله. هدوء يخيم على مدينة ذهبة مشوب بحذر شديد في ظل تعزيزات واضحة لقوات الجيش والحرس الوطنيين وشرطة الحدود والحماية المدنية والديوانة. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو العميد مختار بن نصر من وزارة الدفاع الوطني. سيد العميد أهلا بك. لو نقيم الوضع الآن في الذهبة ولو نوضح تطور الأحداث عسكريا على الحدود التونسية الليبية في ظل ما تنقلته وسائل الأعلام من حدوث اشتباكات بين الجانبين التونسي والليبي. شكرا على إتاحة هذه الفرصة لتوضيح بعض المسائل على أثر الأحداث الأخيرة التي جدت بجهة الذهبة، لكن قبل كل شيء أريد أن أطمئن أهالي الذهبة وكل المواطنين المتواجدين على الشريط الحدودي الجنوب الغربي، وأعلمهم أن الوضع على الحدود تحت السيطرة، وأن قوات الجيش والأمن الوطني متواجدة على طول الشريط الحدودي وقد عززت تواجدها منذ مدة، وهي تسيطر على كل المنافذ وكل المسالك الصحراوية بالليل والنهار لمنع أي استغلال غير شرعي للتراب التونسي. لو نتحدث عن تطور الأحداث في الأسبوع الأخير، بالنسبة لتطور الأحداث أريد في البدء أن أعطيكم فكرة عن الميدان. هنا المنطقة التي تدور حولها العمليات هي معبر وازن، وهو مقابل لمعبر الذهيبة ويبعد عنه 300 متر وبعيد على مدينة الذهيبة بأربع كيلومتر. يوم الخميس 28 أفريل نصف نهار ونص هاجمت عناصر من الجيش الليبي الثوار اللي كانوا متمركزين في هالمكان هذا واستولوا عليه
واسترجعوه، الشيء اللي خلى بعض القذائف تسقط داخل التراب التونسي في منطقة اسمها سيح سلامة على مسافة 500 متر إلى 2 كيلومتر من المنطقة، وكانت المنطقة هذه خالية من السكان في الحقيقة. هرب الثوار داخل التراب التونسي، تم اعتراضهم من طرف عناصر الجيش الوطني والحرس الحدودي، تم توقيفهم وتجريدهم من سلاحهم حسب القانون ونقل الجرحى المستشفيات، وتم بالتالي حسب الطلب نتاعهم توجيههم الى الحدود الليبيه وغادروا نحو بلادهم. يوم الجمعه 29 افريل على الساعه 7:30 صباحا هاجم الثوار القوات الليبيه بنقطه العبور بوازن واسترجعوها، وكذلك سقطت بعض قذائف شمال بوابه الذهيبه. امام الهجوم فرت القوات الليبيه داخل التراب التونسي بوحداتها العسكريه وبمعداتها، تم اعتراضها من طرف عناصر الجيش التونسي، تم تجميعهم، تجريدهم من سلاحهم، وتم ترجيحهم حسب القانون الى التراب الليبي. التراب الليبي. هنا نحب نوضح نقطه اساسيه، كانوا من ناحيه جغرافيه تواجد مدينه الذهيبه كما ذكرنا هو بعيد 4 كيلومترات عن المكان نتاع المعارك، اذا تساقط بعض القذائف في المكان هذا هو من ناحيه التقنيه العسكريه امر ممكن. ممكن. الا انه يجب ان نوضح انه غير مقصود. ومن ناحيه اخرى سجلنا بارتياح كبير عدم الملاحقه، اي لم يقع تبادل اطلاق النار بين الاطراف المتنازعه داخل التراب التونسي، وهذا هام جدا. والجيش التونسي حريص على ان لا يتم ذلك داخل ارض الوطن، مع الحرص على عدم اقحام الطرف التونسي في النزاع كذلك. لنتحدث عن الوجود العسكري التونسي في هذه المنطقة حتى نطمئن أهالي الذيبة، وكنت شاهدت معي تدخل أحد المواطنين من الذيبة الذي قال إنهم يعيشون حالة من الخوف هناك. إذا يجب أن نطمئن أهالي الذيبة ونقول لهم أن التواجد العسكري بالمنطقة موجود على كامل المسالك وكامل المداخل، والانتشار موجود في كل مكان، ونحن حريصون على حسن التعاطي مع الأوضاع بالجهة، وذلك بتوخي التعامل بالحياد التام بين الأطراف باعتبار هذا موقف بلادنا، لأن هذا البلد الشقيق كل ما يدور داخله هي مسألة داخلية، مع الحرص على التصدي لكل ما من شأنه أن يمس بأمن بلادنا أو بأمن المواطنين. طيب قبل أن أختم معك سيدي العميد، هل تتوجهون برسالة إلى أهالي الذيبة؟ والله في الختام أود أن أقول لأهل الذهيبة والمتواجدين على المنافذ الحدودية أنه عندما تمت العمليات وقع تواجد وتجمهر لأهالي الذهيبة في هالمكان مما صعب مهمة العمليات العسكرية، وبالتالي نطلب منهم أولا توخي الحذر، وبقدر ما القوات المسلحة تكبر فيهم شجاعتهم ونضالهم واندفاعهم للدفاع عن حرمة التراب التونسي، إلا أنه نذكرهم من الأجدى أن يكونوا متوازنين وأن يتركوا القوات المسلحة المجال للقيام بعملها على أحسن وجه، وبالتالي ولضمان سلامتهم أيضا منازلهم عندما يسمعوا الطلق ناري. أحيانا نسمعوا لهذول الطلق داخل المدينة راهو بعيد كل البعد على المدينة نتاع الذهيبة. السيد العميد مختار بن ناصر من وزارة الدفاع الوطني، شكرا لحضورك معنا. شكرا لك.